السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلدنا. طبعا في ظل الأحداث الجارية، أو قبل ما أتكلم عن الأحداث الجارية على الساحة الرياضية بمصر، طبعا بننعي طبعا وفاة السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وفته المنية أمس. طبعا في جنازة إن شاء الله غدا بإذن الله، جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي. طبعا البقاء لله في السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. طبعا الأحداث الجارية في مصر دخل لمنعطف خطير، وطبعا للأسف الشديد الحقد والغل والتحفيل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لأسوأ الحالات. طبعا ما ينفعش الظروف اللي احنا فيها، لأن الوضع مسيء جدا، الوضع مسيء جدا. مش عايز أقول طرف واحد، ولكن من الطرفين، والطرفين شركاء في هذا الوضع المسيء لدولة مصر. طبعا أنا معايا الأستاذ محمد مجدي الصحفي بجريدة نادي الزمالك اليوم وموقع نادي الزمالك الإلكتروني. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين، بنورك. طبعا في أسئلة عديدة بنوجهها طبعا لأستاذ محمد مجدي. طبعا أولا المباراة، طبعا بنهنئ برضو نادي، برغم هذه الأحداث بنهنئ نادي الزمالك بحصوله على بطولة الكأس السوبر المحلي والتي أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة، وفوزها على النادي الأهلي بعد تعادل سلبي بضربات الجزاء الترجيحية. وطبعا البرنامج، صفحة البرنامج كانت عاملة توقعات المشاهدين، وطبعا معانا طبعا في الفقرة الأخيرة الكابتن عبد الله عادل أبو تريكة صاحب التوقع الصحيح لهذه المباراة. كابتن محمد، كده سريعا، نادي الزمالك ما له وما عليه، ونادي الزمالك في مأزق شبه، يعني في مأزق إداري، الهيكل الإداري غير الهيكل الفني. طول ما المستوى الزمالك يتحسن من الأداء الفني، نلاقوا أداء سيء جدا من قبل الهيكل الإداري، وكذلك العكس، لما نلاقوا الهيكل الإداري مستوى عالي في النضج وفي جميع القرارات، نلاقوا المستوى الفني ضعيف جدا بالنسبة لنادي الزمالك. رأيك في العقوبات الصادرة أولا من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم؟ العقوبات، طيب بص حضرتك، اتفضل. أولا لجنة الانضباط، عشان بس نبين للسادة المشاهدين، لجنة الانضباط أخذت بتقرير الحكم ثم الفيديوهات اللي حصلت عليها من قناة أبو ظبي أو من اللجنة التابعة للشركة الراعية للقاء. طب احنا عايزين نتكلم بكل صراحه وبكل واقعيه، لان طبعا ممكن في احداث تانية ممكن ما اتسجلتش، ممكن ما اتشافتش عن طريق. تقصد ان في لعيبه كانت تستحق الايقاف ايضا؟ اكيد فيه. طبعا اكيد كان في وليد سليمان وكان في طارق حامد، تمام، كان يستحق الايقاف. ولكن كان في علامه استفهام على ايقاف كهربا لنهايه الموسم، وايقاف عقوبه مغلظه جدا، تمام، جدا، وعلى طبعا كهربا عنصر من عناصر المنتخب الوطني، تمام. ولكن انا شايف ان العقوبه قاسيه زياده عن اللزوم. بالنسبه برضك لامام عاشور، عقوبه قاسيه وكانت تحرمه من مشاركه مع المنتخب الاولمبي، تمام. ولكن برضك الاثنين دول اللي حق لهم ان هم يستأنفوا، تمام. طب اللي انت شايفه اللي كان يستحق العقوبه طبعا، و انا كزملكاوي لم يحدث. انا حزين من عبد الله جمعه، ان لولا ذهابه لمدرجات الاهلي ما كان لم يحدث اي شيء من هذه الازمه بصراحه، يعني دية افتعال المشكله. لولا بصراحه عبد الله جمعه ذهابه لمدرجات الاهلي هو اللي فعل الازمه دي كلها، تمام تمام. ولكن خلينا برضك نشوف، بس برضك عايز اسال، يعني الاستاذ مرتضى اتوقف ليه؟ بناء على ايه وهو اصلا ما اتحركش من مصر؟ يعني هل دي عقوبه؟ لحد دلوقتي ما حدش عارف، يعني حيث حساسيات الحكم بتقول مثلا دي تصريحات سابقه، تمام. طيب تصريحات سابقه خدتها بعد المباراه دي ليه؟ تمام. طيب احنا عايزين نتكلم على الاحداث بتاعت مباراه الاهلي امس طبعا، وعدم حضور نادي الزمالك للاسف الشديد في هذه المباراه.
لا هو قانوني عدم حضور نادي الزمالك، نادي الزمالك راح والباص ما لحقش يوصل. راح فين بقى؟ راح جهنم؟ لا راح فين؟ ذهب نادي الزمالك وطلع من الاستاد، وكل التقرير وكل حاجه مع الاستاذ مرتضى. ماشي تمام، لكن واقعيا بقى كل الحاجات الامور. بص يا فندم اقول لحضرتك على حاجه، خلينا نتكلم بصراحه، مش عايزين نضحك، لكن احنا واقعيا مش عايزين نضحك على الناس. ايوه هنتكلم بصراحه، الناس عارفه كل حاجه دلوقتي. دلوقتي سيبك من الباص انه اتحرك ولا ما اتحركش، والجميع يعلم ان الزمالك ما يعني ما عندوش النيه ان هو ياخد اللقاء. بس ليه يا فندم؟ انا كنادي الزمالك لعب لقاء مع الترجي التونسي على السوبر الافريقي، اوكي، ثم الاهلي، وخصوصا لقاء الترجي ده كان في قطر مش في مصر، ثم الاهلي بعديها بست ايام في الامارات، جيت من قطر لترانزيت في الاردن ثم مصر ثم عودة للإمارات، يعني سفر حوالي 4 مرات. طب يبقى في تدخل احترامي طبعا، جواب بيروح للاتحاد المصري لكرة القدم، طلب عن الوضع، طلب يا فندم وكان رئيس تدخل النادي، تدخل مسؤول في جهة معنية تمام بعدم الخوض المباراة لصالح الفريقين إذا كان أهلي أو زمالك. لا الأهلي لو كان خد السوبر كان هيأجل الماتش. لو الإيه؟ لو الأهلي كان أخد السوبر المحلي كان هيأجل الماتش. لكن للاسف الشديد يا فندم اللقاء ده اصلا، خلينا نرجع اصلا لقصه من البدايه، المباراه دي من الاسبوع الرابع، النادي الاهلي كان هناك ازمه ساعتها، واتحاد الكوره دخل في عناد مع مجلس اداره الاهلي، طلع الكابتن محمود الخطيب قال لك انا مش هلعب، وطبعا في الواقع دي زاروا كابتن استاذ وزير شباب الرياضه، زاروا في منزله وقال لك ان هو كان بيزوره مرضيا، وهو كان بيزوره عشان خاطر يعني في نوع من احتواء الازمه ان يجي يلعب المباراه، وفي الاخر ما لعبش الاهلي واتاجلت، وطلع في اخر ساعات قرار امني بتاجيل المباراه. بس مش عايزين برضه نبرر عن الوضع السيء امس، لان وضع سيء لا يليق بقطبين كبيرين زي الاهلي والزمالك، لان الوضع مساء من جميع المشاهدين ومن جميع الجمهور اذا كان اهلاوي او زملكاوي. واحنا بنتكلم في نقطه شديده الخطوره، التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بتولد البغض والكراهيه والحقد طبعا، وده مش جيل الرياضه اللي احنا عايزينها، مش جيل الرياضه المطلوبه. اذا كانت اللعيبه نفسها داخل المستطيل الاخضر بتحفل على بعضها، انت عايز الجمهور اللي بره يعمل ايه؟ تمام، ما هي عايزه ضبط وربط من المنظومه اساسها، المنظومه الام. وانا بقول لحضرتك مش هتنصلح الكوره في مصر، وهنفضل طول عمرنا هنقول رئيس الاتحاد اهلاوي ورئيس الاتحاد زملكاوي لحد ما نجيب شركه انجليزيه تدير الكوره في مصر. طبعا ما ينفعش طبعا، هنستمر كده، وهغيرنا عمرو الجناين وهيجي واحد غيره من قبل ابو ريده كذلك، ما فيش حاجه هتتغير، هو هيفضل لازم في حاجه محايده من مصر تيجي تمسك. يا فندم مع احترامي للمنظومه كلها، نادي مسؤول قوي، نادي الزمالك مظلوم، نادي الزمالك مظلوم بصراحه، نادي الزمالك مظلوم في قرارات من اتحاد الكره عكسيه، وكذلك الاهلي. لا الاهلي مظلوم، الاهلي ما احنا لسه بنقول عقوبه يعني عقوبه يعني لا دي هتستنى وهتخف العقوبه دي وهفكرها لنهايه الموسم على اي اساس؟ ما هو معاهم واحد بالزمالك لنهايه الموسم ايضا فاهمني؟ لا العقوبه دي انا شايفها ان هي ايه؟ يعني فيها شوء من يعني اوفر شويه فاهمني؟ تمام، ولكن انا شايف ان بقول لحضرتك الرياضه في مصر مش هتنصلح غير لما تيجي زي الدوريات العربيه الكبرى شركه انجليزيه تدير لي الكوره، وانا راضي. هي مش هتنصرح الا بوجود القيم والاخلاق والمبادئ الموجوده في المسؤولين قبل المشاهدين وقبل لاعبي الفريقين. ماشي، وهتيجي منين القيم والاخلاق؟ انا هتحكم في مين؟ اتحكم في 40 مليون هنا و40 مليون هنا؟ طبعا قراري، قرار اللي يتخذ بدراسه يا فندم، كل واحد من مجلس الاداره بيلعب بوتر الجمهور، وهي البلد مش مستحمله. هو الجمهور منتظر، وانا ما اخليش رئيس الجمهوريه قاعد شغال في اتجاه تاني وعمال يصلح ويعمل، وتيجي حاجه يعني لا على البال ولا على النيه تدمر الدنيا كلها. طب بسبب ايه؟ بسبب 2 لعيبه داخل مستطيل اخضر، بسبب قرار من رئيس اتحاد الكوره، بسبب عضو من اتحاد الكوره بيعاند مع رئيس النادي مع استاذ مرتضى. تمام، طب انت ايه القصه؟ واحنا هناخد الموضوع بقى بخلاف شخصي. طيب متى تتم تهدئه الاجواء والشحن داخل الساحه الرياضيه بمصر؟ مش هتهدى لما قلت لحضرتك لازم تتم تعيين شركات تكون مسؤوله على الدوري. صعب، مش صعب ولا حاجه كبير، بالعكس ده يعلم التسويق. الدوري بتاعك باهت،
فاهمني؟ لازم تجيب بعض الشركات تديره، لازم يكون في نوع من تديره العداله. تسويقيا غير اللي امسك الاداره، الاداره شيء تاني. ما هو الاداره يا فندم اللي ماسكها دلوقتي ايا كان مين بيجي، ده بيقول لك ده اهلاوي وده بيقول لك ده زملكاوي، لازم الطرف اللي موجود عمر ما يعني ما الاثنين اجتمعوا عليه اهلي وزمالك، تمام؟ تمام. لازم تلاقي ده يقول لك لا ده المنظومه كذا، ده مش عايزينه. لا لا لا، انا شايف ان اتحاد الكره في مع احترامي دي في لعب كتير، تمام؟ وبجد يعني ما ينفعش ان مع احترامي الاستاذ محمد فضل انت مع احترام يعني يعني معلش هتيجي ايه في تاريخ مرتضى منصور، تمام؟ بصراحه يعني. طيب عايزين برضو نشوف اخر السعدات، سيبنا بقى من القصه السيئه او الوضع السيء او الوضع المسيء، عايزين اخر ترتيبات واستعدادات نادي الزمالك لمباراه الترجي وهي الاهم. طيب هو الترجي التونسي ان شاء الله هيوصل القاهره بكره الساعه 7، تمام؟ وصل مندوب النهارده ظهر اليوم، تمام. وفي استقبال البعثه بكره الساعه 7 هيغيب عن الترجي التونسي 3 لاعبين، باك اليمين وواحد سيرد باك وواحد ديفندر اساسيين بالفريق. طبعا لعبوا منهم 2 لعبوا اللقاء السوبر. السوبر تمام. طبعا ده اللقاء اللي احنا كنا بنقول عليه ان نادي الزمالك كان محتاج راحه عشان يلعب اللقاء ده، وانا هفكرك بعد نهايه بطوله افريقيا مين كان احق بعدم مشاركه في القمه. طيب بالنسبه لمباراه الترجي، هل بجمهور ولا من غير جمهور؟ 30,000 برضه هيبقى في واقبال، اقبال تاريخي على التذاكر من اليوم، يعني كان حصل من اقبال صباح اليوم. هي التذاكر طبعت امس، ولكن قبول كثيف جدا على التذاكر صباح اليوم، مصرح لنادي الزمالك بدخول 30,000، وده اللي احنا بنتكلم فيه يا استاذ احمد. عندك مباراه ب 30,000، 30,000 يوم الجمعه، ومباراه للاهلي يوم السبت ب 30,000 داخل استاد القاهره. انا شايف ان انا كنت ممكن احتوي الازمه دي بتاجيل اللقاء رسمي، فاهمني؟ وكان دور الامن لازم يتدخل هنا، انت شايف في مشاحنات والكلام ده، كان واجب عليك ان انت تاجل الظروف المباراه. اللي حصلت في الامارات المفروض ما عملش برضه لقاء. لا الاهلي هيفرق معاه المباراه ولا الزمالك، مع احترامي ليك قلتها، هقولها لك تاني، لو كان النادي الاهلي فاز باللقاء كان اللقاء ده كان هيتاجل مليون في الميه، وده اللي وصل لاداره نادي الزمالك، عشان كده دخل الموضوع في قصه عناد. طب قصه عناد ده هيكلف الدنيا، هيكلف المنظومه ايه؟ هيكلف نادي الزمالك ايه؟ هيكلف الدوله نفسها ايه؟ تمام. ممكن يدخلنا في نفق مظلم. فاحنا مش عايزين، احنا عندنا مباراه جايه جماهيريه. اوكي؟ فمش هينفع ان احنا نشحن الامور اكتر من كده. انا شايف ان كان قرار التاجيل كان هيحل الازمه دي كلها. تمام. وبالمناسبه بقى عشان بنتكلم في نغمه الـ نغمه الـ الحرمان والخوف من اللقاء من الزمالك، طب في اخافات افريقيه موجوده بالنسبه لفريق الزمالك؟ لا لا خالص، كل الفريق مكتمل بلا محمود عبد العزيز اللي عنده طبعا اصابه رباط صليبي، وعدم جاهزيه محمود اسمه ابراهيم جنش، تمام. وعندنا بيجهزوا محمد عبد الشافي وحازم امام، كان عندهم بعض الاجهاد بيعملوا المستشفى، وهيكونوا جاهزين في اللقاء ان شاء الله. طيب الاداء التحكيمي بالنسبه ل سيء سيء سيء. طيب قبل ما اتكلم على التحكيم، يعني في صوره لحكم اللقاء الليتواني امس كان مستغرب، يعني بيقول ايه اللي بيحصل ده، مش فاهم ايه الوضع اللي انا جاي فيه. ده سببه حضرتك رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، والله الكل مشترك، الجميع كان يعلم ان الزمالك مش هيلعب اللقاء من اسبوع قبل مباراه السوبر. معلش دي الجميع لا يعلم المباراة. لا خرج رئيس النادي وتحدث اكثر من مره في وسائل الاعلام وقال لك انا مش هلعب اللقاء، مش هموت لعيب، ده قبل ما يحصل مباراه السوبر. حصل مشادات في مباراه السوبر، في لعيبه من الاهلي عايزين داخل الملعب يعملوا مشاكل مع لعيبه من الزمالك وكذلك والعكس. بحته وطنيه رئيس نادي الزمالك اكتشفها فقال لك لا انا خاف احافظ على اولادي وخلاص. تمام. طيب بالنسبه للزمالك، تدعيمات الزمالك في الصيف، انت الزمالك عايز 5 لعيبه، 5 لاعبين مراكزهم باك يمين باك شمال سيرد باك ديفندر ومهاجم. تمام. طيب الدوري المصري، يعني عايزين نشوف الدوري، هل هو عالي ام هابط ام دون الدوريات الاخرى، ولا دوري منتظم ودوري جيد؟ مش شايفه، انا نفسي المستوى الشخصي مش شايف، محدش شايفه، مش مصنف، مع احترامي لكل الموجودين في الدوري المصري، ولكن الدوري المصري سيظل هابط طول ما بيديره اتحاد كوره مش عارف يدير المنظومه داخل مصر. تمام. طب بالنسبه برضو حاجه مهمه جدا في مباراه الترجي،
ممكن يكون في يعني زياده في اعداد الجمهور، اعتقد من 5000. يعني دي برضه متوقع ان يكون في اعداد زياده في مباراتين الترجي وصن داونز جنوب افريقيا. بص يا فندم، الاهلي والزمالك ما بيساعدوش الامن، ما بيساعدوش الامن على انه ممكن يدخلوا لهم 50 و 60 الف متفرج. المشحنات والمشادات اللي بتحصل خلال المسابقه بتخلي الى اين خوف هذه على المشحنات؟ البلد. يعني دوله شقيقه مثل الامارات بتصدر قرار وبيان بعدم استضافه مباريات الاهلي او الزمالك، اي فريق من مصر ممنوع، اي اداري مدرب من مصر ممنوع يخش الامارات او يشتغل في الامارات في مجال كره القدم. يعني قرارات يعني تهين دوله بحجم مصر. هو ماتش كان منخفض تربوي، كان ماتش سيء يعني على المستوى الاخلاقي سيء جدا للغايه. ما كانتش، لو انا لو كنت شايف ان هو كان في مصر ما كانش هيحصل كده. لعيبه مش ملتزمه، زي ما قلت لحضرتك عبد الله جمعه مخطئ، مخطئ. عندك كهربا مخطئ، مخطئ. هو منذ نزول كهربا الملعب وحصلت الازمه، كهربا حصلت الازمه جو الملعب. وانا عارف والله، وكنا مقتنعين بالكلام ده. بس تمام. عايز اقول لحضرتك بقى، بالنسبه لنغمه الخوف والحرمان من النادي الاهلي، مع احترامي للنادي الاهلي، لما انا اجي لاعب الهلال السعودي مكانك وحضرتك تعتذر عن مشاركة خوفا منه، يبقى مين اللي خايف؟ حضرتك انا اللي خايف؟ طيب تمام واكسبه. بالنسبه برضه عشان اتكلمنا في تقييم اداء اللعيبه والاداره، طيب تقييمك او تقييمك لاداء المدربين في الدوري المصري؟ مش هعرف اقيم مدرب غير على المستوى الافريقي. تمام. طيب في اخبار سريعه موجوده معاك تخص نادي الزمالك؟ طبعا. اتفضل. عندنا زي ما قلت لحضرتك في جلسة بين سامي الشيشيني ومصطفى فتحي. مصطفى عايز يعني يعرف ايه عدم مشاركته في الفترة الماضية، وبياخد وعد ان هو سيشارك في الفترة الجاية، تجهيز لعبد الشافي وحازم امام وعبد الله جمعة للقاء الترجي. تمام. حصل في التمرين النهاردة كان الساعة 3 العصر، كان على المستوى البدني قامة اللعيبة. ده كان أول تمرين طبعا بعد المشكلة اللي حصلت في مباراة السوبر. عايز اقول لحضرتك ان اللعيبه ما عندهاش اي كلام عن لقاء السوبر المخفي ده، ولكن مركزين في بطوله افريقيا، حصلوا على مستحقاتهم مكافئات السوبر الافريقي والسوبر المحلي امس وجزء النهارده، ولكن وعدوا جلسه كده في مكتب مصطفى مرتضى، وعدت اللعيبه مصطفى مرتضى بالرد على كل المنظومه بالفوز ببطوله افريقيا. هما مركزين فيها، عارفين ان عندهم فرقتين بس هيلعبوهم ثم النهائي، الترجي والفائز من مازيمبي والرجاء ثم النهائي. ودي حاجه كويسه ان اللعيبه مركزه في بطوله افريقيا، لان ده هدفها الشاغل دلوقتي. تمام. دي بالنسبه لاخبار نادي الزمالك. اضافه بس كده سريعه، زي ما قلت لحضرتك، لما حضرتك تقعد يتاجل لك مباراه بيراميدز بدون سبب، انا اللي كنت خايف مش حضرتك. ولما يقعد يتاجل لك ماتش الزمالك الموسم الماضي لحد ما حضرتك تدعم لعيبه وجيب عشان تعرف تقف قدام الزمالك، ما طلعناش قلنا حضرتك خايف ليه؟ هو مفيش خوف ولا حاجه، لما حضرتك يعني تقعد تلعب عدم اللعب في حد ذاته كانت انا بس كارثة. يعني كارثه كرويه بكل على مر التاريخ يا فندم. اتحاد الكوره بيجي على نادي الزمالك، يا فندم ما تجيش تقيمني دلوقتي، انا مش عايزك تقيم نادي الزمالك دلوقتي بتاع العشر سنين الوقاف في عهد الرئيس الاسبق. لا لا، دي صفحه واتقفلت. قيمني من ساعه ما مسك مرتضى منصور الخمس سنين. انا حضرتك 11 بطوله وحضرتك 8 بطولات، انا فيهم اتنين على مستوى القاري. بس الاهلي بطولاته اكتر طبعا، ده على مر التاريخ، على مر التاريخ. ده كان دخلت فيها قصه وكاله اهرام وحوارات كتيره، فاهمني؟ لا لا لا، بس طبعا لو مرتضى منصور كان موجود اقسم بالله كان هيبقى 50 سنه. لا كان زمانك اتقفل. لا لا لا، الاهلي عمل تاريخ من بعد 2004. قبل 2004 كنت اكتر منك قاريا. تمام. فاهمني؟ ولكن زي ما بقول لحضرتك، انا بقول لك حاسبني من اول ما مرتضى منصور جه من خمس سنين 2014 2015. الزمالك 11 بطوله، ده على مستوى كره القدم. ده في 14 بطوله على مستوى كره اليد والسله والطايره. طيب نستعرض سريعا مباريات الدوري الممتاز ب في مجموعه بحري، والتي تسيدها
العاب دمنهور بصدارة مستحقة بعد فوزه على نادي الحمام بهدفين نظيفين بدمنهور. طبعا المنصورة يتعادل مع ديكيرنس في مفاجأة غير متوقعة على ملعب المنصورة بهدف لكل منهما. بلدية المحلة تقصو على نادي بيلا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. العاب دمنهور طبعا فاز على نادي الحمام بهدفين ويتصدر المجموعة. أبو قير للأسمدة يفوز على النادي الأولمبي، والنادي الأولمبي النادي الكيان السكندري في مأزق وفي موقف خطير. طبعا أبو قير للأسمدة تغلب على الأولمبي بهدفين نظيفين. الرجاء يقصو على نادي مالية كفر الزيات الهابط رسميا برباعية مقابل هدف. فاركو يفقد نقطتين ثمينتين في مقدمة الدوري ويتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل منهما. طبعا كذلك برضو نادي غزل المحلة فقد نقطتين. الترتيب سريعا، النادي ألعاب دمنهور محتلا أو متقدما في الصدارة ب 33 نقطة، فاركو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، غزل المحلة في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، المنصورة جاءت في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، الرجاء في المركز الخامس برصيد 25 نقطة. طبعا الأولمبي في المركز للأسف الشديد في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، يليه مالية كفر الزيات الذي هبط رسميا بخمس نقاط، وكذلك نادي بيلا الذي هبط أيضا رسميا برصيد خمس نقاط. طبعا خمس نقاط والدوري خلاص على مقربة من الانتهاء. طبعا ده ترتيب القسم الثاني بمجموعة بحري، وما زال نادي ألعاب دمنهور متصدرا هذه المجموعة. أستاذ محمد، ما زلنا في أخبار وكواليس نادي الزمالك لمباراة نادي الترجي والمقرر لها يوم الجمعة القادم. هو كده بالنسبة للفريق على تم الاستعداد، الزمالك سيدخل معسكر يوم الأربعاء بعد المراجعة ويعلن قائمته ويدخل المعسكر بلا أدنى شك ومستعد جيدا للقاء. أهم حاجة بس عايزين استعداد الجماهير، الجماهير تكون مستعدة، مش عايزين نصالح الجمهور تاني. عايزين نصالح الجمهور، لأن الجمهور للأسف الشديد يعني في حيرة من نادي الزمالك. لا لا لا، ما فيش حيرة إن شاء الله. أنا بس بيحب نادي الزمالك، برغم هذه الأزمات هو ما زال، أنا بس عايز أوصل ولا زال بيحب نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك عارف هو بيعمل إيه، مش هيغرق النادي، هم مركزين في حاجة معينة. بس القصص المصطنعة، أتوبيس طلع، أتوبيس عطل، أتوبيس متأخر، المطرة جامدة على الأتوبيس، عايزين ناس تزق الاتوبيس، الكلام ده مش بتاعنا احنا بقى، ده هو رجل قانون فاهمني. هو ليه سككه فاهمني. المهم خلينا نشوف النتيجه في النهايه تحصل ايه. تمام. هل الزمالك هيخسر منه نقاط ام لا؟ الكوره في ملعب مين؟ المستشار مرتضى. بس خليني اقول لحضرتك يعني رساله للاعلام اللي هو بيحاول يضلل تاريخ نادي الزمالك، او في الكام سنه اللي فاتوا دول نادي الزمالك اخر سبع بطولات شارك فيهم واخد خمس بطولات منهم، هو خد بطولتين في يومين يعني الاسبوع اللي فات، في ست ايام بالظبط. بس انا مش عايز بس نصدر المشهد كبير، لان عندنا الاعلام للاسف بيصدر المشهد، ولكن احنا عايزين في اتجاه تاني خالص. عايزين يعني عايزين حاجه جيده، عايزين الجمهور يبقى فرحان، مفيش تحفيل، مفيش كراهيه. انا بس اقول بس انا حاجة متوقع معلش. لو لا قدر الله ان المباراه دي لو اقيمت كان هتبقى في كارثه. انا بقول لحضرتك حاجه، اللي حصل ده كله بسبب ان جمهور نادي الزمالك بعيد عن الاداره، لو في ظهر الاداره وبيدعمها محدش هيقدر ياخد قرار زي ده. طب سريعا، في اي اخبار اخرى؟ زي ما قلت لحضرتك انا بطمنهم ان الفريق مستعد جدا للقاء الترجي ان شاء الله. انا بتوقع من خلالك هنا 2-0 نادي الزمالك، وهيعبر دور الثمانيه وباذن الله يوصل قبل النهائي، وان شاء الله البطوله زملكاويه ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا ضيفي الكريم الاستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي. طبعا ما ننساش طبعا هنطلع بتقرير من محافظه المنوفيه وبالاخص استاد جامعه شبين الكوم، ومباريات او مباراه براعم اكاديميه نادي الزمالك الرسميه بشبين الكوم بقياده الكابتن احمد دودار، وطبعا براعم نادي المصري السلوم
والتي أقيمت أول أمس، وحن بعد ما نطلع للتقرير هنستقبل ضيوفنا الكرام لاعبين من لاعبي الدوري التركي، اللاعب محمد صبحي لاعب نادي تلسز سبورت التركي، واللاعب رمضان كدير لاعب نادي تلسز سبورت التركي أيضا. هنطلع نشاهد التقرير ونوديكم سريعا إن شاء الله. الاعلامي احمد فواز، يسعدنا من اكاديميه نادي الزمالك النهارده بالمنوفيه والمباراه الوديه بين المصري السلوم واكاديميه نادي الزمالك. يسعدنا ان يكون معانا مدير العام للاكاديميه الكابتن احمد دوره. اهلا بك. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا والدنيا كلها منوره، المنوفيه كلها منوره. اهلا بك. نعرف النهارده بقى لمستوى اللاعبين وايه رايك في المباراه اللي قدامنا. طبعا والله شرف لنا النهارده نجدنا النادي المصري طبعا والكابتن احمد فواز. احنا معانا اكاديميه الزمالك وشركه دوري الجيزه، بسم الله ما شاء الله متفوقين واخدين لغايه دلوقتي مركز اول، والدنيا حلوه ماشيه مع الاولاد الحمد لله، وعندنا خمسه سته دخلوا المنتخب الاكاديميات تبع الدكتور محمود سعد، والحمد لله والشكر لله الدنيا هنا كويسه والاجواء كويسه واحتفاليه حلوه مع الكابتن احمد فواز وبوجوكو. طبعا انتشار بالنسبه للاعبتها والتعرف على مدى المستوى اللعيبه اللي وصلنا له في الفتره الحاليه، لان احنا بقى بالظبط حوالي ست شهور شغالين على الشغل بتاع الاكاديميه. يوم ممتع ويوم جيد، يعني حاجه كويسه وحاجه رائعه. طبعا اكاديميه نادي الزمالك هنا بقياده الكابتن احمد دودار في فرع المنوفيه حاجه جميله، وبيلعبوا على استاد جامعه شبين الكوم، وبرضه في خامات جيده من اللاعبين البراعم مميزين جدا، يعني دوت لهم طبعا ان شاء الله مستقبل باهر في انديه الدوري الممتاز. وطبعا الحمد لله وكذلك برضه المدربين، يعني المدربين مؤهلين ومدربين فاهمين، دي اهم حاجه عشان انتقاء اللاعبين. مدرب في اكاديميه الزمالك فرع المنوفيه، والحمد لله السنه دي اول مشاركه لينا اهوت هنا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني هنا للناس باذن الله. ومعنا جهاز اداري على مستوى عالي جدا، جهاز فني عالي، مجموعه مدربين كويسه جدا، لعيبه مستوى بسم الله ما شاء الله بيتطور يوم عن يوم. اكاديميه الزمالك من الاكاديميات الجميله اللي موجوده هنا في المنوفيه، اكاديميه جامده بصراحه تحت اشراف الكابتن احمد دودار والكابتن الشاذلي. الولاد مستواهم متقدم، اتقدم جدا كمان. فواز يسعدنا يكون معانا الكابتن احمد زناتي مدرب حراس مرمى باكاديميه نادي الزمالك النهارده، وتحب نعرف رايك النهارده بعد المباراه الوديه مع النادي المصري السلوم. والله انا شايف المستويات كويسه قوي في الماتشات النهارده على مستوى الاعمار السنيه كلها، وانا طبعا انا واقف متابع حراس المرمى بس انا مركز معاهم كلهم، فما شاء الله يعني عندنا وعندكم مقدمين مستوى كويس، وان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف حد فيهم في الدوري الممتاز قريب باذن الله، سواء عندنا في اكاديميه الزمالك او عندكم ان شاء الله باذن الله. والله هي حاجه كويسه للولاد سواء لينا او ليهم، الاحتكاك بيفيد الولاد جدا جدا، بيعودوا ازاي يلعب مع فرق تانية. طبعا هو يوم كويس بالنسبة لنا لان احنا مشتركين في دوري الاكاديميات لمنطقة الجيزة، فده بيبقى بالنسبة لنا تجربة كويسة، لان انت بتشوف الولاد في اكتر من كذا مركز، بتبقى بتعمل تغيير في الخطط، تغيير في المراكز، بتشوف التركيبة بتاعت الولاد عاملة ازاي، هل لو في لعيب مهم مش موجود طب مين اللي يقدر يسد مكانه، هل لو احنا عايزين نغير في مراكز الولاد البلاي ميكر يلعب في مكان تاني او نلعب الفرود على الخط، الكلام ده كله بيفيد الولاد. وطبعا علشان الاحتكاك بيبقى مهم جدا لطبيعة ان انت بتلعب ماتشات رسمية بتواجه فيها، الماتشات الرسمية بتبقى اقوى من الودية بكتير، فدي بتبقى حاجة كويسة واحنا مبسوطين طبعا والولاد نفسهم مبسوطين. لنا ورجعنا لكم في هذه الفقرة، انضم إلي لاعبين جيدين من لاعبي ناشئين نادي النصر للتعدين طبعا، ولاعبي نادي تلسز سبورت التركي، اللاعب رمضان كديرة لاعب نادي تلسز سبورت التركي مواليد 2000. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا كابتن. الحمد لله بخير والله. ومعايا طبعا اللاعب الجيد اللاعب الكوف اللاعب محمد صبحي لاعب نادي تلسز سبورت التركي. اهلا وسهلا. اهلا بك يا كابتن. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اقول لي رمضان كده، التجربه اللي انتوا خضتوها تجربه السفر لتركيا بقى والنجاح المبهر اللي احنا بنسمعه عنه ده. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بس بحب اشكر حضرتك على الاستضافه الحلوه دي ومبسوطين ان احنا معاك هنا. تمام. احنا بدانا اول كلام ده كان من سنتين، طلعنا
عن طريق شركه اللعيبه هنا شركه تسويق لعيبه. تمام. بس رحنا هناك كده وحصل شويه ضربات هناك في قصه الاقامه وكده. اتغلبتوا عليها؟ لا ما اتغلبناش عليها، رجعنا مصر تاني بس بعد ما خدنا فتره برضو هناك. والحمد لله رجعنا هنا وبعد كده ما يئسناش برضو وكملنا والحمد لله وصلنا للهدف اللي احنا كنا رايحينه الحمد لله. قول لي برضو يا محمد صبحي كده بالنسبه للفتره اللي انتوا قضيتوها هناك، الفتره يعني جت بنجاح ولا في حصل الحمد لله زي ما رمضان بيقول لك كده. حصل شويه مشاكل معانا في الاول في الاقامه والقعده والكلام دوت هناك. تمام. وبعد كده الحمد لله ربنا كرم، خدنا فتره معيشه في نادي، طلعنا نادي بشكتاش، طلعنا اعاره على نادي شمس باشا، والحمد لله دلوقتي بنلعب فريق اول في ثالث سبور. يعني انتم منضمين فريق اول في نادي ثالث سبور. طب دي حاجه برده كويسه كده يعني. طب بقول لي كده بعض العقوبات او بعض المعوقات اللي واجهتكم هناك غير السكن بقى يعني، ولا الامور كانت طيبه كويسه؟ والله هو في البدايه كان امور الاوراق والاقامه واوراق في مصر بتخلص وكده، بس الحمد لله يعني تغلبنا على كل ده الحمد لله. رمضان قول لي في التدريب هناك كان الجو ماشي ازاي؟ بتتمرنوا صباح ومساء ولا صباحي بس، ولا كان الوضع ماشي ازاي؟ والله احنا اول ما رحنا هناك واجهنا صعوبات كتيره قوي، الجو والطقس والكلام ده، لان لسه في البدايه مفيش تكيف. بس خدنا وقت قبل ما تكيفنا معاهم والحمد لله. يعني الجو هناك صعب قوي، يعني صعب عن مصر كتير. وهناك المطر صعب كتير، صعب قوي. ما خدتوش بطاطين معاكم؟ تمام. بس الحمد لله يعني تغلبتوا على هذه المعوقات طبعا، وقبل ما ربنا كرمكم. يعني التدريبات بقى كانت صباح ومساء ولا؟ والله التدريبات احنا كنا بنصحى هناك الساعه 7 الصبح. كويس. يعني اول مره في التزام بقى. كنا بنصحى الساعه 7 الصبح والحمد لله يعني. الحمد لله. قول لي كده محمد، البطاقه الدوليه انتوا حصلتوا عليها ولا؟ الحمد لله. الحمد لله حصلتوا على البطاقه الدوليه. حصلنا على البطاقه الدوليه من نادي تلسسبور. يعني ده اللي انتوا احنا كان معانا بطاقه دوليه الاول من نادي شمس باشا اللي طلعنا له اعاره بعد بشكتاش. تمام. حاليا احنا مضينا فريق اول مع تلسسبور ومعانا مقيدين دلوقتي، مقيدين دوليه فريق اول تلسسبور. طيب قول لي بقى التدريب هناك في الفريق الاول بقى، وبيلعب درجه كام؟ بيلعب درجه ثانيه. ثانيه. كويس. انا زي الممتاز بي عندنا كده. زي الممتاز بي عندنا. تمام. بس افضل طبعا في اكيد طبعا بتقابلوا فرق جيده، امكانيات متاحة. طبعا امكانيات متاحه كويسه. احنا بعد ما خلص يعني لعبنا ماتشين مع الفريق. تمام. حاليا بدانا ماتشين، احنا كنا في الفريق 19 سنه اللي هو تحت ال 20، وحاليا اتصعدنا بقينا فريق اول، لعبنا اول ماتشين مع الفريق الاول دلوقتي. تمام. طب قول لي كده محمد، بالنسبه يعني لعبت مباريات كنت اساسي بقى ولا احتياطي؟ اول مباراه لعبنا نزلنا اخر الشوط الثاني في اخر 10 دقائق. تاني مباراه بدينا الماتش الحمد لله وقدمنا مباراه كويسه يعني. تمام. كنا بنلعبوا فريق اسطنبول سبور. تمام. قول لي رمضان بقى بالنسبه للمباراه، برده انت شاركت كده زي محمد كده، كنت بتشارك في المباراه بصفه اساسيه؟ الحمد لله انا ومحمد يعني الحمد لله انا عاملين دوت كويس مع بعض في الملعب، فلما رمضان بيتحط بيبقى محمد معايا، محمد بيتحط بيبقى رمضان معايا. يعني انتوا بتبقوا موجودين الاثنين يعني لكم وضعيه في الحمد لله. طب دي حاجه برده كويسه. قولي كده شاركت امام مين في احنا لعبنا اول ماتش، لعبنا اللي هو اول ماتش لعبنا مع نادي اسمه ايه؟ اسمه محمد عشان ممكن يكون لعبنا اول ماتش مع النادي اللي كنا بنلعب فيه اللي هو شمس باشا. لعبنا شمس باشا. وتاني ماتش اللي لعبنا اسطنبول سبور الحمد لله عملنا ماتش كويس ومحمد جاب جون يوميها. طب كويس يعني. طب انتوا بتلعبوا اسيست الحمد لله. طب قولوا لي كده بالنسبه للجو، الجو القارو مش جو الطقس، الجو القارو. لا بالنسبه للجو القارو جميل جدا هناك يعني. غير الوضع هنا في الناشئين غير كتير. الوضع مختلف. الوضع مختلف كتير. طب ايه بقى هي المميزات الموجوده حاليا لفريق تلسسبور؟ هو الفريق بتاعنا يعني مش هقول لك ان امكانياته عاليه قوي يعني، بس يعني نوعا ما فريق كويس يعني بالنسبه لنا احنا. مرحله انتقال كويس بالنسبه لنا، بنطمح يعني ان احنا نطلع في حاجه احسن ان شاء الله في السوبر ليج ان شاء الله. طيب قول لي كده رمضان، حابب يعني تشكر مين كده على الهوا كده؟ والله اول حاجه انا احب اقدم الشكر لوالدي لان واقف جنبي كتير قوي، وانا لو قعدت يعني طول الحلقه اتكلم عليه او لغايه ما اموت مش هدي له حقه طبعا. تمام. وبحب اشكر برده والد محمد برده واقف معاه كتير وتعب، واهلي كده وامي. ربنا يوفقك يا رب. بقول لي كده يا محمد برده تحب تشكر مين برده في طبعا والدي رقم واحد، ده الدعم الاساسي ليا طبعا. تمام. هو السبب في كل اللي انا وصلت له واللي هوصل له ان شاء الله.
واهلي بصراحه كل الناس كانت واقفه جنبي يعني. والمدربين برضو طبعا كل المدربين اللي اتمرنت معاها. كابتن ابراهيم الحضري والناس اللي كابتن ابراهيم الحضري، كابتن رضا ابو جبل، كابتن عبد الله اسماعيل، كل الناس ديت يعني. وانت المدربين دول برضو بتشكرهم؟ طبعا كابتن واقفه كويسه يعني. طبعا طبعا وكابتن رياض برضو الحطاوي وكابتن رضا ابو جبل برضو يعني الحمد لله يعني. يعني انتوا استفدتوا من الفتره اللي انتوا قضيتوها في طبعا. وبعدين احنا كنا رايحين برضو اول ما رحنا مصر كان لسه بيلعب جمهوريه. صح كنتوا لعبتوا دوري الجمهوريه فعلا. دوري الجمهوريه كان ايام احنا كنا 2000 وما كانش فيه دوري 2000 فكنا لعبنا مع 99 99 فعلا لعبنا. ودي برضو يعني ضافت لنا كتير، ضافت لنا خدتوا خبره طبعا. طبعا دي حاجه كويسه برضو. الحمد لله. طبعا عشان وقت البرنامج في ختام هذه الفقره. طيب معانا مكالمة هاتفية الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. اهلا وسهلا كابتن احمد وضيوفك الكرام اللي معاك في الاستوديو. طبعا مبروك الفوز الغالي على نادي الضبعة واحتلال الصدارة برصيد 24 نقطة. طبعا بنبارك لك على الهواء كابتن رمضان، لان طبعا شغل من الادارة حاجة كويسة وكذلك جهاز فني رائع ولاعبين رائعين. شكرا ليك يا كابتن احمد وقناتك الجميله دي، والحمد لله ربنا كرمنا الماتش اللي فوق اللي فات. تمام. بعد عندنا مهمه ان شاء الله تحتفل، يعني مش عايز نقول مهمه صعبه عشان انا بثق في الجهاز الفني وبثق في اللاعبين. عندنا مباراتين ان شاء الله مركزين عليهم، بدايه من يوم الاحد هتبقى مع مركز شباب الحمام في اسكندريه استاد الجامعه. تمام. وعندنا ماتش الهلال الطابعه برضه فرقه بتنافس وفرقه محترمه برضه في اسكندريه، وان شاء الله الحظ يحالفنا السنه دي باذن الله. يعني هو ده اللي كده فاضل جولتين، واحد مع الحمام مركز شباب الحمام والماتش الاخير مع الهلال ان شاء الله باذن الله يوم الاحد ويوم الاربعاء الاسبوع الجديد ان شاء الله. طبعا في اي مشاكل في الفريق؟ في اصابات؟ في ايقافات؟ في اي حاجه؟ بالفعل النهارده انا كنت متواجد معاهم في كفر الدوار في الملعب، النهارده اتكلمت معاهم كلام ياما. تمام. اللعيبه كلهم مستعدين، 22 لاعب داخلين المعسكر بادئين بداية كويسة مع كابتن تامر فاروق وباقي الجهاز اللي معاه، متمرنين تمرينة كويسة، اللعيبة كلهم عندهم حافز للمباراة الجاية. تمام. وعدتهم بمكافآت هايلة في الماتشين الجايين بإذن الله، وإن شاء الله هم وعدوني بستة بونت إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. طبعا في ختام هذه الفقرة بحب أشكر اللاعبين أبنائنا، طبعا اللاعب رمضان كدير لاعب نادي تالس سبورت التركي. شكرا الله. بحب نشكرك يا كابتن حبيبي، وطبعا بحب اشكر اللاعب الخلوق اللاعب محمد صبحي. شكرا محمد. شكرا كابتن. هنطلع طبعا لتقرير سريع من ايضا من مدينه المنوفيه استاد جامعه شبين الكوم، وطبعا السابق ضيوفنا الكابتن عبد الله ابو تريكه صاحب التوقع الصحيح، وطبعا اللاعب محمد عباس لاعب النادي المصري السلوم. والله يا فندم احنا هنا منشئ الاكاديميه من 2018 رسميه، احنا بادئين من 2011 لكن رسمي جدا من 2018، والحمد لله احنا عملنا هنا طفره كبيره في المحافظه. هنا بننشئ لاعب مصري يحترف في اوروبا، مش في مصر بس، الحمد لله هنا عندنا اكثر من 25 لاعب طالعين من تحت ايدينا بيلعبوا انديه الدوري الممتاز. وهنا في مرور شبين طبعا معانا اللاعب الجوهري محمود الجوهري، ده نجم نجوم المنوفيه 2003، وده كان عرض النادي الاهلي، وزي منه بالظبط هنا كريم اوطا بردك 2003 في نادي غزل شبين، في لعيبه كتيره جدا، وفي بردك ايهاب 2001 بيلعب في نادي بيراميدز، والحمد لله في غيرهم كتير بقى. وان شاء الله طبعا هدفنا كتير جدا ان احنا نعمل لاعبين محترمين جدا في المحافظه، سواء في مصر او خارج مصر، والخاصه معانا الكابتن عماد دريبالا طبعا المحاضر الايطالي ومحلل اون سبورت للدوري الايطالي، ده موجود معانا، والكابتن حميد العشاري طشجي ده مشرف الاكاديميه، ومعانا طبعا الدكتور خالد الجمال مدير الكوره ده دكتوراه في التربيه الرياضيه، وبالاضافه برضك معانا بعض المدربين كلك تربيه رياضيه. فالفكره كلها عندنا كله فكر اكاديمي، مش اللي هو سبوبه بقى ورغم اللاعب يشترك 150 جنيه او 200 جنيه والكلام ده، لا بالعكس احنا هنا بنطلع لعيبه. الحمد لله عندنا في 2005 بمشيئه الرحمن و2006 و2007 و2008 و9 و10 و11 هينافسوا على بطوله الاتحاد المصري لكره القدم اللي دكتور محمود سعد عاملها، وان شاء الله هتبدا يوم 31/1 اللي هو الجمعه الجايه ان شاء الله في ملاعب الخمائل في 6 اكتوبر او ملاعب الترسانه او ملعب البنك للنادي الاهلي. بمشيئه الرحمن احنا بننافس على 7 بطولات، من ضمن 7 بطولات يعني الحمد لله، واسم المستقبل بدا يسمع جدا على مستوى القاهره الحمد لله. ميسي بقالي 4 سنين في الترسانه. ومضيت ولا مضيتش؟ مضيت سنه ورجعت تاني. التحركات جوه الملعب، الباص، الاستلام الصحيح،
بس. استفدت ايه من الاكاديميه؟ بنلعب بنباص ونستلام. والله بقول لاي وليه امر شايفه اللي ابنها في اي موهبه زي كده تتقدم للاكاديميه المستقبل. اكاديميه كويسه والكابتن بتاعها كويس. لا طبعا ان شاء الله نكمل باذن الله. والله العظيم احنا بنعمل، انا ببذل، انا عن نفسي انا ببذل كل مجهود، مجهود جامد جدا 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 عشانهم ماشي، ومش عايز، مش عايزهم يتظلموا زي الاكاديميات التانية. او طبعا انت عارف ان الاستغلال ماشي، فكلنا بنبذل مجهود انهم يبقوا لعيبه ويلعبوا في نوادي كبيره. فواز سعدنا النهارده يكون من اكاديميه المستقبل النهارده. هنتعرف بيك محمد زكي. يا محمد نفسك تبقى زي مين؟ محمد صلاح. ايه رايك النهارده في اليوم الرياضي النهارده؟ حلو، يوم ممتع وعجبني فيا. نفسك تقول ايه في اليوم الرياضي النهارده؟ ممتع، والكابتن محمد بيتعب معانا وكل حاجه بنطلبها منه بيعملها لنا. شكرا. اعلامي احمد فواز، يسعدنا يكون معانا الكابتن احمد جاجا مدير فني 2005 النهارده في اكاديميه في المنوفيه، والماتش الودي مع نجوم المستقبل. تحب تقول ايه النهارده؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، احب ارحب بحضرتك وارحب بالكابتن احمد فواز. احنا جينا النهارده ورجعنا لكم تاني طبعا في هذه الفقره الاخيره. انضم الي الكابتن عبد الله ابو تريكه ملك التوقعات صراحه. اهلا وسهلا كابتن عبد الله، نورنا. ومعايا اللاعب برضه، اللاعب محمد عباس لاعب نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا بك. اخبارك يا حبيبي؟ تمام. طبعا في البدايه كابتن عبد الله احنا عايزين نتكلموا عن التوقع. انت توقعت مباراه الاهلي وجت صحيحه، وتوقعت برضه الزمالك. الحمد لله الحمد لله يا كابتن. والله بص، الامور اللي بتحدث اليومين دول ان الفريقين داخلين على ماتش السوبر، كل واحد منهم عايز ياخد الكاس. فطبعا عندنا الاهلي، فطبعا عندنا الاهلي بنجومه، وكابتن فايلر طبعا من ساعه ما جه الاهلي بيحب زي الكره الاوروبيه. الزمالك جاي باين قوي من اول اللقاء ان هو عاوز يعني ايه، زي عامل زي دور انكماش كده بسيط بحيث ان هو يوصل لضربات الجزاء، فده المتوقع يعني. طيب معانا مكالمة هاتفية للكابتن إبراهيم الحضري مدير شركة الوادي. أهلا وسهلا كابتن إبراهيم. مساء الخير على بلدنا وملاعب بلدنا يا كابتن أحمد فواز. حبيبي عامل إيه، أخبارك إيه، ووادي الجديد عامل إيه؟ عشان معانا اللاعب محمد عباس من محافظة الوادي الجديد. أهلا بيك وبضيفنا الجميل اللاعب محمد عباس وبنجوم الوادي الجديد يا كابتن أحمد. حبيبي. طبعا كان معانا لاعبين في الفقره الاخيره من لاعبي نادي تالس سبورت التركي، طبعا لعيبه كويسه كانوا طبعا طلعوا عن طريق شركه الوادي. تمام. اللاعب رمضان كديره واللاعب محمد حمص، طبعا دول قبل ما يكونوا لاعبتنا في الدوري التركي فهم ابناء الكابتن احمد فواز، وترعرعوا في قطاع ناشئين نادي النصر للتعدين ومركز شباب الضبعه. ولا ننسى مجهود معاليك كابتن احمد مع هؤلاء اللاعبين. حبيبي كابتن ابراهيم، طبعا انتوا عاملين شغل كويس صراحه، ولكن التشكيك اللي كان في الاول للسفر والوضع وظروف الاولاد، ولكن احنا تبين لنا بعد مرور سنه او سنتين انضمام هؤلاء اللاعبين في نادي تالس سبورت التركي، والحمد لله حصلهم على البطاقه الدوليه، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. احنا عندنا كمان يا كابتن احمد اللاعب طارق رمضان حاليا منضم لمنتخب 2001 مع الكابتن ربيع ياسين، ايضا كان من ضمن اللعيبه اللي سافرت مع رمضان كديره ومع محمد حمص، ولينا اكتر من كذا تجربه. ولكن احنا عايزين الكابتن احمد فواز وملاعب بلدنا تشرف الوادي الجديد وتشرف مدرسه اسمنت لتعليم كره القدم ومدارسنا واكاديمياتنا هنا، علشان نحظو بالحظ من الكابتن احمد فواز وبرنامجه الجميل ان شاء الله كابتن باذن الله في قريب العاجل. كابتن ابراهيم شكرا جزيلا. إن شاء كابتن الله ابراهيم الحضري كابتن احمد، شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. ان شاء الله في قريب العاجل باذن الله المحافظه الغاليه محافظه الوادي الجديد. محافظه الوادي الجديد انت منين بقى؟ من الوادي الجديد، من الخارجه. نفسها من الخارجه دي اللي هي العاصمه. تمام، هي الخارجه. طيب معانا الكابتن محمود ترك مدرب بقطاع البراعم بنادي سموحه السكندري. اهلا وسهلا كابتن محمود. ازيك يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ ازي صحتك؟ الحمد لله اخبار حضرتك. كابتن محمود، طبعا سريعا كده عن نادي الزمالك، بحيث ان انت بقى زملكاوي، عايزين نتكلم سريعا عن مجريات واحداث الازمه الاخيره. والله
والله يا كابتن احمد انا بحمل اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ او المحاسب عمرو الجنايني لان هم دخلوا في صدام مع اداره نادي الزمالك. تمام. كان في مليون حل غير اللي حصل امبارح اللي هو التاجيل اللي احنا شفناه. بالظبط يا فندم بالظبط. انا مش عارف اقول لحضرتك اجيبها لك ازاي بس لو عكسنا الامور وبدلنا الكراسي ما كناش هنلاقي كده. لو الاهلي كان خد السوبر للاسف كنت هتلاقي وزير الشباب الرياضه راح زال الكابتن محمود الخطيب وتدخل من الدوله لكن هم سابوا لعند لغايه ما وصلنا المنظر المؤسف اللي احنا شفناه امبارح. اكيد طبعا كابتن محمود طبعا منظر مؤسف ومغزي لا يليق بينا طبعا. اه طبعا اه طبعا. قول لي اخبار البراعم بقطاع البراعم بسموحه كابتن منال سموحه. والله يا كابتن الحمد لله لفته طيبه من حضرتك. الحمد لله ربنا كرمني ب مواليد 2009. تمام. ودعواتك كده يا فندم ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ربنا يوفقك اخبار حلوه ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني هنعمل مباراه مع نادي البراعم نادي سموحه وبراعم نادي المصري السلوم يا كابتن شرف لينا في اي وقت كده ننسق ان شاء الله مباراه كده نتبادل الزيارات باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن محمود تركي مدرب او مدير فني بقطاع البراعم بنادي سموحه. كابتن عبد الله بقى ملك التوقعات صراحه انت توقعت مرتين بس القرعه ما جابتكش للمره الثانيه توقع الزمالك دي عندي. والله كابتن هي بتبقى امور مدروسه بس تمام يعني توقع ده لازم تكون يعني انت بتحسها. طبعا لا هي امور مدروسه حضرتك كمدرب طبعا عارف الامور بتمشي ازاي في المباريات ازاي دي وبعدين مباراه الاهلي والزمالك مباراه كبيره حضرتك عارف طبعا تمام بس للاسف اللي بيحصل اليومين دول ما يليقش بالكره المصريه وحضرتك عارف الكلام ده كويس اكيد طبعا. محمد قول لي كده محمد عباس كده انت بدات حياتك الكرويه فين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم احب ابدا بكلامي اولا بشكر اسمه ده الكابتن العظيم اللي بصراحه ليه التوجه والشكر كابتن احمد حسن كحول هو اللي بدا فعلا معايا من الاول كابتن احمد حسن تمام وبدات في نادي شبان المسلمين كنت لسه ناشئ ولعبت فتره قليله فين بقى شبان المسلمين؟ في الخارج في الخارج في الخارج فان شاء الله يعني بدأ دي كانت البدايه بتاعتك كانت البدايه جدا فبدات معاه تحفيزه بره الملعب جوه الملعب كان يعني ايجابي كان بيديني دفعه ايجابيه لقدام فيعني الحمد لله يعني بتوجه له الشكر جدا. حاليا بقى نادي ايه انت؟ المصري السلومي. المصري السلومي انت كنت في مدينه نصر ولكن ورحت مصري السلومي في قضية يناير اللي فات ده تمام. كابتن عبد الله طبعا انت بانك مدير قطاع البراعم مدير قطاع الناشئين بنادي السواحل، السواحل عامل نتائج جيده هذا الموسم بمدينه اسكندريه. طبعا السواحل كويس السنه دي عندنا فريق 2003 بقياده كابتن ايهاب اينو وكابتن اسلام كاريكا اول منطقه السنه دي والحمد لله كسبوا اول مباراه في الدوره السداسيه والحمد لله احنا ماشيين كويس عندنا 2001 طبعا للاسف ربع اسكندريه تمام بقيادتي انا مدير فني بتاعها فريق 99 برضو انا المدير الفني بتاعه تالت اسكندريه. طب كويس والله. للاسف يعني انا مسكت 99 في الوقت الحرج زي ما بقول خلاص انا كملت مسابقه 99 بال 2001 فمجبر ان انا اكمل المسابقه خلاص. تمام. فللاسف مسكتها في وقت كان 99 بتقع فالحمد لله ربنا كرمنا وتالت اسكندريه الحمد لله. الحمد لله. محمد بس تطلعاتك في الفتره المقبله ايه بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني بحاول يعني النادي المصري محطه مثلا تجهيز واعداد ليا ان شاء الله وان شاء الله يعني بداية جديدة ان شاء الله يعني بحاول اروح نادي ثاني ان شاء الله الموسم الجديد ان شاء الله الموسم الجديد ان شاء الله يعني لو بيراميدز تبقى كويسة ان شاء الله باذن الله. كابتن حبيبي كابتن عبد الله حابب تشكر حد على الهواء كده قبل ما اختم معاك؟ والله انا عايز اشكر اول حاجة حضرتك طبعا على اللقاء الجميل ده ثانيا اخويا الكبير كابتن اشرف الشاهد تمام ده حاليا انا وهو عاملين عروض سفر تركيا وكده حضرتك عارف الكلام ده كويس تمام عندنا اتنين لعيبة موجودة في نادي بشكتاش ده من ضمن يعني الكلام على حضرتك طب كويس بتتكلم في الموضوع وولد مضاف عجمان الاردني الاماراتي تمام فالحمد لله يعني واشكر كابتن اشرف الشاهد اساتذتي طبعا كابتن عادل بابلي اتحاد كابتن احمد شرف كابتن اشرف عبد الحليم مانجا فوق دماغنا فطبعا دول اساتذتي اللي انا اتشرف بيهم في اي وقت اكيد طبعا. محمد قول لي كده حابب تشكر مين بقى؟ اولا واخيرا احب اشكر والدتي اللي هي ساعدتني فعلا على مشوار النجاح اللي انا فيه والدي تمام واحب اشكر الكباتن اللي هو في الجنب كابتن ايمن حسن كابتن احمد حسن كحول وكابتن ايمن بعلوله ربنا يوفقك يا رب. طبعا في ختام هذه الحلقه بحب اشكر ضيوفي الكرام الكابتن عبد الله عادل ابو تريكه شكرا جزيلا كابتن حبيبي شكرا وبحب اشكر اللاعب الجيد اللاعب الموهوب اللاعب محمد عباس شكرا محمد. ان شاء الله باذن الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 9 من مسائه ان شاء الله وبرنامجكم ملاعب بلدنا والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.